آلاف المهاجرين من البلدان العربية وخاصة سوريا ممن وصلوا أوروبا، ولكل كان تأثيره وأثره في مجتمع غربي وغريب عنه. الثقافة الجديدة التي جاء إليها هذا العربي لم تمنعه من التميز والإبداع في هذا المجتمع الجديد. ومن الإبداعات التي تميز بها المهاجرون الفن التشكيلي الذي ساهم بالكشف عن حضارتنا الشرقية للمجتمع السويدي. لا شك أنه الفن التشكيلي هو رسالة عالمية مقروءة من الجميع، ما بحاجة لترجمة ولا بحاجة للغات. الاندماج كان سريع جدا بالنسبة إلي، كان تقبل الجمهور السويدي للفن الشرقي بين قوسين واللوحة الشرقية، كان تقبل رائع جدا، سواء في المعارض أو في مشاركاتي مع أصدقاء السويديين، شكل صداقات جميلة جدا. ويعتبر الفن مرآة الشعوب لما يمثل من دور كبير بالنسبة للفرد والمجتمع، فهو يشكل أداة للتفاهم العالمي. عندنا في الشرق الأوسط هناك حضارة عريقة تمتد لآلاف السنين. الحضارة كانت هي عبارة عن أبنية وتماثيل ولوحات ومنحوتات جميلة جدا. الفن له دور مهم جدا في نقل هاي الحضارات، في إطلاع الشعوب على هاي الحضارات. ولم تتوقف إبداعات العربي عند تلك الحدود، بل على العكس تماما، ساهم الجميع بخبراتهم وتجاربهم لإظهار أن العرب أبناء ثقافة وحضارة. عملت منذ وصولي إلى السويد في الشأن الثقافي، كان هناك العديد من المبادرات الثقافية التي أطلقناها أنا ومجموعة من الشباب في السويد. كانت الباكورة هي مجلة ألوان، وهي أول مجلة أطفال باللغة العربية في أوروبا. وأيضا كان هناك فائدة أخرى، أن السويديين الذين يتعلمون اللغة العربية وجدوا مادة مبسطة لهم لكي يطلعوا على اللغة العربية. وبجهود هؤلاء العرب المهاجرين كانت لغة الضاد متواجدة بين أيدي السويديين والعرب عامة. فكنت أنا وعدد من الأصدقاء النشطين الثقافيين في السويد قمنا بتأسيس المعرض الأول للكتاب العربي في السويد. هذا تقريبا الكلام منذ أكثر من 3 أعوام، والحمد لله المعرض مستمر بشكل سنوي، يعقد في مدينة مالمو، وتشارك به العديد من دور النشر. ومرة أخرى يثبت العرب أنهم أمة جديرة بالاحترام لإبداعاتهم الكثيرة. أحمد سلوم، أنا الشاهد، BBC السويد.